سامع يا شباب؟ كيف الصوت يا شباب؟ شباب التكتب سامع سامع ولا ما سامع؟ كمتحدث رسمي لزرقة، لأنه هو بيمثل لزرقة ككل. الموضوع ده ما سهل بالمناسبة. أنا قلت الزول لازم يكون يعني يتحدث لغتين، يعني لابد من الفرنسية والإنجليزية في المقام الأول، لأنه يعني بيكون شباب سامع ولا ما سامع يا شباب؟ كل الشباب خليت يعني تواصل، يعني الموضوع حيكبر بالمناسبة، يعني ما بيكون في السودان بس، الموضوع ده حيكبر. عشان كده الزول لازم يكون محلك، زول مثقف، يعني زول ما سهل بالجد، يعني زول قادر. شباب مساء الخير عليكم. في بداية نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مجزرة بتاع بشر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأخوة جميعا في كل جروبات السودان، كل جروبات الشباب وجروبات المجتمعات المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في جروب العقلاء، كيف حالك؟ شنو خبرك عن المجاوزة؟ والله شنو خبرك عن المجاوزة؟ والله العالم دي المشكلة الدرجة مع درجة دي. أي أنت ال أنا هربت أنا هربت وأنت جايز جدا من صامل الحمد لله. يا ذلك من يوم الطريق الجديد. أيه السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ شنو كويسين يا أخي توفيق الزرقاء؟ أخباركم شنو؟ جديدكم شنو؟ أخباركم صح؟ والله يا أخينا كلامك كلام جميل، يعني زول نقولون الناطق رسمي شير يا شباب، لما يهم الأمر بس كلام جميل جدا، وكلام ده وناس توافق عليها ونقدر نمشي قدام. وثم صار ذاته يعني إضافة تمشي قدام وين، لكن الناس القاعدين كل كل الدول برا، يمكن كل دولة يعملوا يعني زول متخصص بتوريد الزرقة، وفي منطقة ده ممكن يعمل برنامج عشان يقدر الناس الباقية. و انت ده كلامك تمشي قدام وين؟ الشعب الدارفوري كويس، وزير الأسد وجبر نوبة لازم يكون تمشي قدام وين؟ ده كلامك انت بتمشي قدام يا طريقة بتمشي قدام يا زفت وسخ والعفن المعفرين ديل يا خلق الأرانب ديل عرب وقصوم مدينة شتى القبائل العربية القبائل العربية أوسخ بشر وناس معفرين وسخ نزلوا في الدنيا ده. خليك مستمع وين تمشي قدام انت بتمشي كويس محمد الرسول هيكاد يحترف بالعرب ديل أحسن. والله يا محمد تصد أوسخ بشر رسول الله ذات أوسخ بشر أوسخ بشر رسول الله. قال لي يا أخي ملانه القرآن ده العربي ده لغة القرآن. يا شباب الشباب لقيت المقطع ده ولا ما لقيته يا شباب؟ الله بتاعت ده وتدوس في محمد بص في محمد وتدوس في الله بتاعتك ده وتدوس في اللغة العربية وتدوس في أنت ذاتك شخصيا. ولا الدرفور ده يبقى لكم نار الله الموقع ده، وانا هنا سايرين والله ما بنسكت تاني، والله ما بنسكت. لا جاو الرسول الله اكبر، قال لا اسكت ما بنسكت من قديم ما بنسكت والله من الدرفور. انت محمد لو عندك عيات وانت قاعد تشجع في الناس عشان هم يغتصبوا ويهجروا، ده كلام غير مقبول. ما بقبل منك ولا ما بقبل من الناس كويس يا خلي. ارتكبنا شنو؟ نحن ارتكبنا شنو في الناس البيض القرة تانا ارتكبنا في شنو؟ أنا والله أقسم بالله كما أبيتناكم إبادة جماعية أقسم بالله أنتوا راس ما بيجي لو ما مروا حرب مدينة لو ما مروا قالوا والله يقولوا واي والله نضرب من نيارة من الفاشر من الجنينة من أي محل من القرى من أي محل. يعني إحنا بدنا وهم يستلموا كويس يستلموا يا هم ماتوا وأنا انتهينا منهم. ده الكلام اللي يبقى كده بعد كده كويس. نحن الناس مسالمين كويس. أوي ما مسالم يا زول، أوي تمام مسالم يا زول، أنت بتقعد تحتدي يا زول، شنو مسالم يا زول؟ عرب شنو عندهم قوة يا أخي؟ في عرب يقوم من السنجة، في عرب يقوم، أنت عرب شنو يا أخي؟ أنت عرب ناس معفن، أنت عرب ناس وسخانين وعفن وجنكور. بيعطي طريقة يا شباب الناس اللي بتتقدم قدام. ما تمشوا ورا جبريل ولا مناوي ولا طيب ولا ناس حجر ولا شنو؟ ده شوف على غادات الوقوع اتفاقين في جبر. كويس اللي هو ما انا ذكرته بحصه حاليا ده ما يقدر يعمل شيء. لانه
دين ناس مجرمين قتلة قتلة كويس والله لكم التحية والله التحية من هنا لكل شباب دارفور رفوا السلاح القاتل والنادل في الأوقات الأخيرة لكن شو أقسم بدين الله تاني ما في أي عربي دارفوري يسكن في هذا دارفور والله بتقول لي غرب دارفور ولا شمال دارفور ولا صد دارفور ولا يعني ناس لازم يدقوا يتعفن الوسط ولا فندل كويس أقسم بدين الله الحرب دي دور هذه قيامة ويجي كويس أمسية سعيدة للجميع. حسب توقيت السودان في البداية نترحم على أرواح الشهداء. شير يا شباب شير بس يا شباب اللي يهم الأمر بس يا شباب كل الشباب خليت شير يهم الأمر بس يا شباب دار أكمل لكم الرسائل ده ونخش في موضوعنا نحن اللي يخصنا نحن إنه هو يشكل نسيج اجتماعي بين أبشر السوداء ككل يعني بدون يعني جهة معينة فدي توحيد جميع قبائل الزنجية فدي أقوى من شيف أنا رقم شير شير يعني جاي ديب لكن رقم إنه أنا جاي ديب في حاجة الشير يا شباب كل الشباب خلي الدين الشير بإمكانياته بس لأن توحيد جميع قبائل الزنجية دي أكبر كارت الدخل باتفاق من النقبوية الفاسدة النقبوية الفاسدة هم ما ديرين الحاجة ده شير يا شباب في سنوات أديدة ما كنا في تواصل اجتماعي الانترنت كان عشان نمشي اتجاه واحد لكن ربنا جعله بأنه أخيرا قدرنا نتواصل التواصل الاجتماعي هو عند شبكات الانترنت تنتمي ويسير الى قدم للامام لما نوحد قبائل الزنجية فدي انا بنشوف اقوى كالدخل للنخبة الشرقية النخبة النيلين بالتحديد هم طبعا عاملين حريت انه نحر النيل يعني وغرب النيل لا يحتمل الحمد لله فبالتالي الحاجة اللي أنا لما نتابع أبدا شير يا شباب كل الشباب تدينا شير شير بس يا شباب كل الشباب خليت شير بكل إمكانياته شباب تشير بس يا شباب النجلي ده العفن ده موسخ هذه بيا طريقة كيف تتقدم يا شباب وين أنا الشباب نازل تتقدم بيا طريقة بتقتل في الليل بتقتل ما خلت أي هناي ما في كلام زي ده يا شباب وي الشباب ده خليه تكون عارفة يعني 100% يا شباب كل الشباب ده خليه تكون عارفة 100% يا شباب شباب كل الشباب ده خليها تكون عارفة ما في الدزدزة ما بينفع يا شباب ما بينفع الدزدزة يا شباب هوي الشير بس كل الشباب ده خليها تدين الشير بكل إمكانياتها طبعا ناس الدعوات جيمكم جاية ناس الدعوات شير بس يا شباب ناس الدعوات دقيقة خلينا نكمل الرسائل لي وبعد ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعا الشير الشير دي والله مشكلة في رسالة احنا نزلناه في المجموعة دي ولقيناه في الجنجويد احنا من لازم نصفي المجموعة دي تمام وانا بسميكم الرسالة لانه هنا نزل وجنجبيتي السماء واللغبو يا طور براي انا بسميكم شير يا شباب الشباب تشير بس في جنجبيت
شويه مهندسين هنا انت عارف. يا مليون جندي طبعا ناس بلين الجندي او ما شايفهم برضه حاضرين هنا و... ناس مليون جندي شايفهم حاضرين هنا و... في رساله احنا نزلنا عيانا بنسميكم الرساله ذاته في جنجويد في رساله احنا نزلناه في المجموعه دي ولقيناه عيانا بن شباب السلام عليكم كيف صحتكم ان شاء الله طيبين بارك الله فيكم يلا انتوا عارف الجروب دي مقترح من جنجويد كيف اخترعوا حنانك يا دل هاي في مجموعة دي في جنجويد يلا الرساله اللي انا داير بنزله يلا اسمعوا كويس الرساله دي كان قبل كم ايام في حصل في مشاكل في اديكم وهنا اتكلمنا في المجموعه دي وياهو لقينا في جنجويد وجنجويدي الرسالة دي وألغوه في الميديا ايوه هسي انا بسميكم فتشط الله يا زر فتشط الله فتشط الله يا زر يا شباب اللايف ده قاعد هاجم يا شباب الشباب خليت الدين الشير همش الشير يا شباب يا شباب السلام عليكم كيفكم تمامين كان عندي مكالمة غارية عشان كده ما اتواصلت معكم وياهو نزلت لكم يلا انا كلام دي اتكلمت قبل 4 يوم قبل 5 يوم كان انا عندي نية لازالات بعض الناس المندسين وساكتين الناس قامت عمل جو تجال كده كويس انه ما ازالة ما صح ازالة ما صح وياهود النهاية الموضوع ذاته كويس الجروب دي يفترض انه الليل العربي هو شخصيا ما في لكن في ناس مستعربين قاعدين جوا هنا كويس وطبعا معروف الناس المستعربين ده معروفين بالواضح كده الجروب دي ما تنشروا اي حاجة تاني بتألغ بين التوحيد الزرقاء كويس ومعناته اي حاجة احنا من زمان معناته قاعدين نقول قاعدين بيسربوا كويس عشان كده الناس تحاول تنتبه ما ترسل اي رسالة بتألغ بالتوحيد الزرقاء شباب خليت شير الشير بس اهم حاجة الشير يا شباب أسد الله وأوقاتهم بكل أماكن مختلفة طبعا في أخونا قال طبعا ورد مخترق ومخترق وكده طبعا طيب اخترق ده أنا داير أعرف هل من جروب نفس الجروب هذه الجروب ولا من هاي برد كده يعني أدينا التفاصيل يعني هاي تسلم شير يا شباب الشباب خليت شير بس انا برديهم لك وليلة عفن ده والله ما في حاجة تقل لي حاجة والله يا شباب ما في اي صبر الليلة بغششه لكم من قريتها يا شباب بشير بس انحرقوا والله يا شباب يعني نار بس يا شباب والله طبعا يا شباب والله ادينا امكوا كده خليه بالنية بس يا شباب والله يا شباب الشير بس يا شباب كل الشباب خليه شير يا شباب طيب توحيد جميع قبائل الزنجية أسد الله أوقاتهم بكل أماكن المختلفة طبعا في أخونا قال طبعا غروب مخترق غروب مخترق وكده طبعا طيب اخترق ده أنا دار يا شباب السلام عليكم كيف مساكم ان شاء الله كويسين الحمد لله والله بخير هاي لا والله كلامكم ما تتكلموا يعني اي زول بتكلم كلام احسن من الثاني والناس طبعا ماشيين امور تمام جدا مساء الخير شباب الحمد لله كيف كويسين الله يبارك خير او جماعة عندهم سيء والله كلام قلت ده في شباب يعمل 1000 جنيه 1000 جنيه ده فيه مهله والله شباب ده من ناس الجروب كلمة كده اي شباب مشترك
كم ألفين هل واحد لنا هل هدس لنا أي نفر هل يبرع هل يبرع للأسلحة والذخيرة للشخص للشباب بس أي زول كمان استعمل وسيلة أغلى شيء المجنون والله 10 عنده كم عنده على حسب القدرة.